النات يا جماعة اختصار كلمة network addressing translation. ايه network addressing translation؟ عايزكم بس ما تستعجلوش الاحداث، لان النات لها ثلاث انواع انتوا ما انتوش عارفين منهم غير نوع واحد، اول ما اقولكم عليها تعرفوه اللي هو النوع الاخراني، تمام كده؟ فما تربطش حاجه بدماغك خالص، تمام كده؟ انت ما تعرفش النوعين الاولين دول. ايه هما النوعين الاولين؟ اول حاجه اسمها الاستاتيك نات، ايه الاستاتيك نات يا جماعه؟ بصوا كده، هو انا مش كنت الشركه بتاعتي دلوقتي مروقها وعامل لها ويب سيرفر اهو اهو اهو، وكان هنا في واحد سيرفر بتاع النت اللي كان اسمه محمود دوت كوم، واخد اي كام يا جماعه؟ 172 16 100 100، هو فعلا 100 100 يعني. الويب سيرفر بتاع حضرتك ده تخش عليه من الشبكه الداخليه بتاعتك، انما لو حد جاي من النت ما يعرفش حاجه اسمها 100 100، اصل ده اي بي برايفت. 172 16 100 100 ده برايفت. طب انا عايز الراوتر ده هو اوصله بالنت اهو، وعايز اي حد من بره النت من بيته يكتب www.mahmoud.com يقوم داخل مكلم مين؟ الويب سيرفر اللي عندي اللي هو 100 100. من الاخر كده هندسه، عايز اعمل له ببلش على الانترنت. عايز اعمل له ايه؟ ببلش. هو موجود جوه فرع من فروعي، جوه الداتا سنتر بتاعي، فمحدش يقدر يكلمه غير مين؟ غير فروعي بس. انا عايز اعمل له ببلش على النت. بيسموها كده ببلش على النت، وبتروح برضه الاسلام بتاع الفاير وول يعمل لك ببلش على النت. ها؟ ببلش على النت يعني ايه؟ الاي بي بتاع السيرفر ده يا باشا برايفت اي بي. طب فكريني كده يا باشمهندسه بالاي بيات البرايفت اللي بستخدمها جوه الشركه. كان اللي هو كام؟ كانت ال 10 كله، اي حاجه بدايتها 10 صح؟ لحد 10 255 255 255 255 وال 172 يا باشمهندس سيد صح؟ ها؟ لكام؟ ل 31 الله يكرمك. ها ربنا يخليك يا باشمهندس سيد ليا. ها ها والايه تاني؟ وال 192 صح كده؟ اهو 168 0 0 لحد كام؟ 192 168 255 255. ها عايزين بقى نصحصح مع بعض. ايه اخر نص ساعة بقى؟ طول الكورس نايمين، صحصح اخر نص ساعة. عشان واحد كده يخرج ايه منتعش كده مثلا وخلاص الناس فاهمة الكورس بقى. تمام؟ طيب عايز بقى الناس الايبيهات البرايفت دي ما بتخرجش على الاي اتش سي الاي اس بي. يعني الاي اس بي ما عندوش الكلام ده. دول ما بيخرجوش بره الاي اس بي. فالراجل ده اهو لو كتب محمود دوت كوم، فمحمود دوت كوم لو ترجم ل 172 16 100 100، طب 100 100 بتاع شركه المصريات اتصالات ولا 100 100 بتاع فودافون ولا 100 100 بتاع مين بالظبط؟ فمحدش يقدر يكلمك بالبرايفت. طب الحل؟ الحل ان انا اروح اشتري من تي داتا اي بي بابليك. فاروح لتي داتا اقول لهم انا عايز اي بي بابليك. فروح يا باشمهندس مديني اي بي بابليك واحد كده ب 10 جنيه لمده 6 شهور مثلا. حاجة بسيطة كده يعني. اي بي بابليك، خد اي بي بابليك اهو. تمام؟ يروح مدينه اي بي بابليك، عندنا الناس بتوع الدومين شارين شوية ايباد بابليك كتيرة كده منين؟ من تي داتا. عند واحدة اسمها المهندسة نورة نوفل عندنا في المصرية. لما يكون حد عايز يعمل بابليش الاي بي على النت بره، اسلام بيقول له روح هات لي بابليك اي بي من نورة. فيروح يدي له ياخد منها بابليك اي بي ويربطه بالبرايفت بتاعه. فلما يجي حد من بره يكلمك بمين؟ بالبابليك. طب انا عندي جوه الشركه ما فيش حاجه اسمها بابليك، فيبقى في حد مترجم يترجم البابليك لمين؟ لبرايفت. طب لما البرايفت يجي يرد عشان يخرج الريبلاي بره، قبل ما يخرج على الانترنت يسيب البرايفت وياخد البابليك بتاعه. طب اللي بيعمل ترانزليشن ده اسمه ايه؟ اسمه النات. والنات ده هو سوفت وير بعمل له كونفيجريشن على الراوتر اللي رابطني بالنت، اللي هما بيسموه البوردر راوتر، اللي هو الراوتر اللي خارجنا بره على النت. يبقى اخر راوتر مربطني بالاي سي بعمل حاجه عنده حاجه اسمها ايه؟ النات. يبقى النات ده يا جماعه بنحطش غير فين؟ على الراوتر اللي مربوط بالنت. تمام كده؟ ها؟ في مشكله؟ طب تعال نعملها بقى، يلا تعال نعملها. شوف الراجل بيعمل ايه؟ ها؟ بحطه على اخر راوتر عندي جوه الشركه رابطني بالنت.
اللي هو واخد من الاخر كده فرعاية من الاي اس بي، بيسموه يا جماعة الايدج راوتر او البوردر راوتر. ها ادى الراوتر اهو. طبعا الكلام ده يعني انا هعملكو يعني مثال صغير كده. بصوا انا رحت لتي داتا قلت لها والله انا عايز اخد فرعية نت منك. تي داتا مرحبة بالموضوع او راحت مديني فرعية نت ايه. فين يا عم فرعية النت؟ اهو ادى راوتر نت زي اللي عندك في البيت. طبعا انا لو شركة كبيرة ما باخدش راوتر زي اللي في البيت ده، باخد ليز لاين بيجيب لي كابل فايبر ادخله على السيريا شكل الجامعة مثلا كده. يعني الجامعة عايز تاخد نت من تي داتا ما تروحش تاخد اللي هو خطوط التليفون العادية كده، لا بياخد ليز لاين من تي داتا ويدخله على السيريا على طول. تمام. ودي هتاخدوها ان شاء الله في سمستر الاخراني حاجة اسمها تريبل بي اوفر ايثرنت. ازاي بتعملها مع الباشمهندس عبد الرازق ان شاء الله. تمام كده. انما انا بقول لك زي ايه كان فرع صغير كان هنا المعهد هنا. تمام. فتي داتا ادتني فرع نت اهو، دي السلم مودم عادي شكل 3 كوم واللي هو في البيت ده، عايز اربطه بالراوتر بقى اهو ايثرنت اهو بكابل ستريت عادي. بس انا ما عنديش سيريال فاضي، هعمل ايه؟ هركب ايه؟ هركب فاست، اسف ما عنديش فاست فاضي. الاول اعمل ايه؟ رايت واجي اهو اوقف الراوتر. فين الفاست يا عم هنا؟ ده كلهم فاست اف اي ده، انا راكب اتنين فاست اهو واشغل الراوتر اهو. ماشي دي الفرعيه يا جماعه اللي ربطتني بالنت اهو. هذا الراجل اهو خدت منه وصله نت كابل ستريت خالص مع الفاست اللي عندي اهو، وده الراوتر اللي عندي بتاع النت بتاع ايه؟ تي داتا. اللي انا موصله مين؟ بخط التليفون بتاعي. ينفع ينفع والله وهيبقى شغال زي الفل، بس ما يستحملش جامعه يعني. تمام كده ما يستحملش مؤسسه كبيره يعني. خلاص انا ممكن اعمل كده دلوقتي على الراوتر بتاع سيسكو. الراوتر اهو اجيب الراوتر بتاع النت اللي عندي جوه بخط التليفون واوصله، يبقى الراوتر دوت كل الاجهزه اللي عليه متوصله ايه؟ متوصله على النت. طيب الراوتر بتاع النت ده اللي عندك في البيت هو لوحده باي ديفولت ايه؟ دي اتش بي سيرفر. فالمفروض يدي اي بي هو اوتوماتيك لمين؟ الانترفيس. فاكرين كنا بنعملها ازاي؟ اهو بخش على السي ال اي اهو وانيبل واقول له ايه؟ كونفيجر تيرمينال ها اي بي انترفيس الاول فاست 0 1 على 0 اي بي ادرس ايه؟ دي اتش بي ونو ايه؟ ونو شوت داون اهو. الكوماند ده فايدته ايه يا باشمهندس ياسمين؟ ده الكوماند ده فايدته ان البورت بتاع الراوتر اللي متوصل براوتر النت ياخد ايه؟ ياخد اي بي لوحده من الراوتر بتاع النت، صح كده؟ اهو 1 0 ياخد اي بي من الراجل اللي قدامه. طب الراجل اللي قدامه مين؟ الراوتر بتاع النت اهو. الراوتر بتاع النت ده لوحده كده دي اتش بي سيرفر، فده بحط انا اي بي بايديا ستاتيك وكلام من ده خليه ياخد اي بي قدامي. طيب انا رحت حجزت من تي داتا اي بي بابليك اللي الناس هتخش ايه عليه عن طريق السيرفر. طيب عايز اي حد بيكلم الاي بي البابليك يجي هنا ويعمل له ترانزليشن يوديه لمين؟ البرايفت. البرايفت تيجي يرد يجي هنا يعمل له ترانزليشن ويطلعه بره على نت بابليك. بعملها ازاي؟ اهي اكزيت اي بي نت انسايد سورس ستاتيك. لو حد بيكلم 172.16.100.100 ده رقمه بره اربع اتنينات اللي واخده من تي داتا. لو حد جالك اربع اتنينات ده هو 100.100. تاني بقى تاني 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 بقى تاني قول يا باشا. لو عندي كذا جهاز اه خمس اجهزه شغالين على الفيسبوك اه وكلهم خارجين بالاي بي واحد، هيرجع ازاي بقى؟ ما انا يا عم انا مش فاكر، مش ده دي الحاله الثالثه؟ قلت لك دي الحاله الثالثه يا باشمهندس، ما تربطش الحالتين الاولين بالحاله الثالثه. انا قايل لك كده والله قبل ما اشرح ما ابتديتش اشرح. الحاله دي الحاله اللي مشرح فيها دي الاستاتيك دي لما يكون عندك سيرفر جوه الشركه وعايز الناس تكلمه من بره، فيبقى عندك 1 برايفت اي بي قدامه 1 بابليك اي بي واعمل بينهم ترانزليشن. الحاله الثالثه دي سجاير، نوع ثالث سجاير زي كل دول شغالين فيسبوك والراجل شايفنا بتاع فيسبوك باي بي واحد. لما اجي ارد عليكم هرد عليكم ازاي؟ جاي والله ايه؟ تمام؟ وايه اللي هو عمله ده؟ ايه؟ اللي هو الاي بي البابليك اللي واخده من تي داتا. اه ودي داتا بقى عملت ايه عندها على السيرفرات بتاعتها؟ كتبت ان 4 2 ده ورا سنترال العجيزي.
الراوتر اللي هو اسمه معرفش كام كده ولا اي حاجه خالص. انت عارف دي معناها يا باشمهندسه؟ لو حد من بره بيكلم محمود دوت كوم، فمحمود دوت كوم هيروح للدي ان اس سيرفر الجلوبال بتاعتي داتا، يقوم قالب محمود دوت كوم ده الايه؟ الاربع اتنين. اربع اتنين بعتوا لي لمين؟ للراوتر بتاع النت اللي عندي جوه. الراوتر بتاع النت شايل اربع اتنين وحاطط مين؟ 172.16.100 وبعته للسيرفر جوه. السيرفر جوه يرد عليه بالصفحه بتاعتي، وهو خارج قبل ما يروح للدي داتا يشيل 100 ويحط اربع اتنين ويقوم. العمليه دي العمليه ترانزليشن دي بيسموها باكج. دي بتتم امتى؟ لو عندك سيرفر جوه عايز الناس تشوفه بره بس. طبعا في بقى قصه ثانيه، هتروح تكلم تي داتا تقول لهم والله محمود دوت كوم ده سجلوه عندكم باربع اتنينات، تديني السيرفر بتاعهم جلوبال، صح كده؟ ده عمليه اسمها ايه بقى يا جماعه؟ دومينينج. ان انا بروح ادفع فلوس ان انا احجز الاسم ده، ما ممكن يكون حد ثاني واخد محمود دوت كوم ده. ملهاش فايدة غير ان الانترفيس بتاع الراوتر ياخد اي بي، ياخد اي بي اوتوماتيك من الراوتر ذات نفسه. تمام؟ طيب بس في ناقصني بس جزئية صغيرة. الراوتر بتاعي ده هو، الراوتر بتاعي ده هو اهو، بص كده الراوتر بتاعي ده، ها جزئية صغيرة خالص. الراوتر بتاعي ده يا جماعة ما عليهوش اتنين انترفيس بس، ده عليه اكتر من انترفيس. عليه انترفيس بتاع السيرفر، وعليه انترفيس بتاع شبكة تانية، صح كده؟ ها، وعليه انترفيس مربطه مع راوتر تاني عندي، وعليه الانترفيس بتاع الانترنت اهو. هي عمليه الترانزليشن دي هتتم ما بين انا انترفيس، ما بين الانترفيس اللي عند السيرفر والانترفيس اللي ربطاني بالنت. فلازم تعرفوا عمليه الترجمه دي بتتم فين. فتيجي يمت هنا يمت جوه وتكتب الكوماند ده اي بي نات انسايد، وتيجي يمت بره تكتب ايه؟ اي بي نات اوتسايد. خلاص النات بيتم فين؟ ما بين الاثنين دول بس. يبقى اي حاجه جايه من اربع اتنينات ابعتها لمين؟ للانترفيس 0 على 0 على اللي جوه. طب اي حاجه 0 على 0 خارجه بره ابعتها من البورت اللي يمت بره. اهو باجي على الراوتر بتاعي اهو، الانترفيس بتاعت السيرفر انترفيس فاست 0 على 0، اقول له اي بي نات انسايد اكزيت. الانترفيس بتاعي بره، انترفيس ربطاني بالنت بره 1 على 0، اقول له اي بي نات ايه؟ اوتسايد. بس يا سيدي تعال ناخد دول كوبي كده ونحطهم فين؟ النوع الاولاني من النات اللي هو اسمه ستاتيك نات، ده النوع الاول خالص. اهو حلو الكلام. بيبقى عنده اي بي برايفت واي بي يا جماعه بابليك. بربط الاي بي البرايفت بالاي بي البابليك، بس ده لما يكون عندك سيرفر واحد، صح كده؟ النوع الثاني بقى من نات اسمه دايناميك نات، برضو انت ما تعرفوش النوع ده. ده النوع الثاني من نات اسمه الدايناميك نات. احنا عندنا في الداتا سنتر بتاعنا اللي في القريه الذكيه اكتر من 200 سيرفر، فلو انا كل سيرفر عايز اطلعه بره يروح الراجل يكتب الكوماند ده، مشكله كبيره جدا، ممكن يغلط وممكن ينسى. انا عايز العمليه دي تتم اوتوماتيك، ده اللي هو الدايناميك نت. بستخدمها امتى؟ لما يكون انت شغال اساسا في داتا سنتر عندك سيرفرات كثيره، فعايز اول سيرفر ياخد اول اي بي ويطلع، ثاني سيرفر ياخد ثاني اي بي ويطلع. جاست بس انت تدي السيرفر اي بي برايفت ياخد بابليك ويطلع. يبقى لما يكون عندك سيرفرات كبيره بتبقى انت عندك مثلا وليكن شبكه فيها 255 سيرفر، وبتروح تشتري من تي داتا بول في 255 اي بي بابليك على بعضه كده، عايز تربط الاثنين دول ببعض، دي اسمه دايناميك نت. العمليه تتم ايه يا جماعه؟ دايناميك، ما عادش اربط جهاز جهاز. ازاي هعملها؟ بصوا كده. لا لا في ممكن اعملها، بنعملها كتير لما كنا عايزين نربط فروع في بي ان، في اوبشن موجود اسمه نات. الله يكرمك صح. الراجل لما تيجي عنده شويه كاميرات كده وعايز يربطهم بالجهاز بتاعه اللي في البيت، تمام كده، بيروح يشتريهم ايباد بابليك، صح كده؟ الايباد البابليك دي بيبقى هم في البيت واخدين ايباد برايفت، او في المخزن واخدين ايباد برايفت،
تمام. فبروح على الراوتر بتاع النت اللي عندهم واقول له لما يجي لك حد بيكلم الاي بي البابليك ده نزله الكاميرا دي او دي او دي. فتلاقي في اوبشن عندك لما تفتح الراوتر بتاع النت دلوقتي في اوبشن كده في اسمها حاجه اسمها نات، فيها اجزاء برايفت واجزاء بابليك، بتربط كل كاميرا البرايفت بتاعها بالبابليك، برايفت بالبابليك، برايفت بالبابليك. تمام. ايه بيبقى اكتر من بابليك، يبقى اكتر من بابليك لو انت عندك اكتر من كاميرا. تمام. ده كان كنا شغالين بيه زمان. دلوقتي الكاميرات لما بنيجي نربطها بنربطها ازاي؟ بقت كل شركه عامله كلاود، وكل يوزر له يوزر نيم وباسورد يخش على الكلاود وخلاص، لا نت ولا اي حاجه. تمام. بيديك اكونت تخش على الكلاود بتاعك، الكلاود بتاعك بيضم فيه الايه الكاميرات بتاعتك والجهاز بتاعك وخلاص على كده، يبقى كله عن طريق الويب. طيب الدايناميك نت بقى يا جماعه، انا عندي ايه؟ انا عندي مجموعه من السيرفرات وعندي مجموعه من البابليك اي بي اهو. يبقى انا عندي مجموعه من السيرفر واخدين برايفت، الشبكه بتاعت دي اللي موجود فيها السيرفرات بتاع الداتا سنتر بدايتها من 172 16 100 0 لحد كام؟ لحد 172 16 100 254، ده اخر جهاز عندي صح كده؟ ها دي كلها سيرفرات بدايتها من 101 بقى، من 101 لحد 254. طيب دي اسمها برايفت ايه؟ برايفت نتورك اهي. طب انا حاجز من تي داتا بول، البول ده فيه ايه يا جماعه؟ في بابليك اي بي بدايته من 202 كده 0 لحد 2 2 2 254 اهو. انا عايز اول اي بي يجي يخرج ياخد اول اي بي بابليك ويخرج بيه، تاني سيرفر عندنا ركبه اوتوماتيك العمليه تتم ياخد تاني اي بي يخرج بيه اللي هو 2 2 2 2 ده 2 1. ها تالت سيرفر اركبه لوحده اوتوماتيك من غير ما اكتب كوماندات تاني ياخد تالت ايه؟ تالت اي بي يخرج بيه اهو. رابع اي بي اهو 172 16 104 ها ياخد ايه؟ اي بي تاني يخرج بيه. ازاي اعمل الكلام ده؟ قال لك والله الاي بي ده اهو هربطها اكسس ليست، هعملها احطهم في اكسس ليست كلهم بيرميت، والبول ده اهو هحطهم في بول واسميه اسم AAAA واربط الاكسس ليست مع البول، فعمليه الترانزليشن تتم اوتوماتيك. ازاي يا عم؟ ما انش فاهم. تعال نشوف كده مع بعض بقى اهو. اول حاجه هعمل اكسس ليست اهو، اهو هعمل اكسس ليست من نوع ستاندر، ودي الفايده الوحيده اللي انا شفتها للستاندر. اكسس ليست من نوع ستاندر نوعها ايه؟ بيرميت. هي الشبكه كام يا عم؟ 172 16 ها 100 0 0 0 دوت 255. بقى عندي اكسس ليست اسمها واحد فيها مين؟ فيها كل الايبيهات اللي في الشبكه دي. طيب هعمل بول اللي انا واخده من تي داتا، اي بي بول، استنى كده، اي بي اي بي اكسس ليست كوماند، لا 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 ثواني ثواني عليا، اي بي دي اتش سي بي بول اي بي دي اتش سي بي بول، وهديله ايه؟ الاي بي الاولاني اهو اللي انا حاجزه من تي داتا، واخر اي بي حاجزه من تي داتا اهو وليكن 10، ده بول على بعضه الستارت والاند، انا حاجز 10 اي بيهات. النت ماسك بتاعهم انا واخده من تي داتا. ايه ده؟ ليه كده؟ طب ثواني يا جماعه بس انا مش فاكر الكوماند. هنا اي بي بول اي بي نت، اي بي نت بول صح، اي بي نت بول انا اسف، اربع اتنينات اهو واحد اخرنا كام؟ 10. نت ماسك من الاول، ممكن من الاول بعد اذنكم. ها اكسس ليست رقمها واحد بيرميت، حطيت فيها 172 16 100 0 0 0 0 255 خلاص خلصت من الاكسس ليست. وبعدين اي بي نات بول، وهسمي البول ده اسم انا هسميه تريبل اي اهو، اي اسم. الستارت اي بي فيه كام؟ اربع اتنينات اهو، ثلاث اتنينات واحد، اخر اي بي فيه كام؟ 10. نت ماسك ايوه كده 255 255 255 0
ده بياخدوا بالتي دات على بعضه كده. ايه فين يا باشا؟ زي ايه؟ زي اللي قبله. انا مثلا ممكن اديله لحد 254 او ممكن وانا باخد من تي داتا اقول لا بس انت هتاخد 10 اي بي، انا حجزت 10 اي بي بس ما عنديش غير 10 سيرفرات بالظبط. انت عندك حق، بس انا كده لو حجزت 10 اي بيات بابليك مفيش غير 10 اي بيات بس اللي هيطلعوا نت. فهمتني كده؟ المفروض على قد البرايفت احط بابليك يا باشمهندس، كلامك صح تمام. بس انا لو انا عايز 10 بس اللي يطلعوا هاخد 10 تمام. ايه ايه؟ لا بس ده بابليك، ده بابليك اهو. انا بقول البرايفت ببلاش، بس انا حاجز من دي ده كام؟ من 1 لحد 10. هربطهم ازاي الاثنين مع بعض بقى؟ اهو اي بي نت، اي بي نت انسايد سورس ليست 1. السورس بتاعي ليست 1 اللي هو البرايفت، كان التاني سورس ستاتيك وبديله برايفت اي بي تمام كده. بول اسمه ايه البول بتاعي؟ 3 اي. تعال ناخد الكوماندات دي ونحطها في النوت باد ونشوف اخرتها ايه. اهو هقولك اهو، هقولك اهو يا هندسه. اهو ادا الاول عملت ايه؟ اكسس اس اسمها 1 صح؟ وبعدين عملت بول اسمه ايه؟ التريبل اي، حطيت فيها ال 10 اي بي. وبعدين جيت هنا قلت له اي بي نات انسايد سورس ليست 1، كل الاي بيات اللي موجوده في الليست 1 بتاخد الاي بيات البابليك من البول اللي اسمه ايه؟ تريبل اي. واروح على يمه جوه اعمل اي بي نات انسايد، واروح على يمه بره اعمل اي بي نات اوتسايد. بس المشكله هنا يا جماعه ان اول سيرفر هتحطه اللي هو 100.2 هياخد اول اي بي ويطلع، تاني سيرفر هيلقط تاني اي بي ويطلع، هتستمر العمليه كده لحد ما تخلص البابليك اي بي. يجي السيرفر رقم 11 يطلع، ما ينفعش يطلع لان ملوش اي بي فين؟ في البول. فانت مسموح لك كده بس تطلع مين؟ 10 سيرفرات. ايه؟ ما هو في شو اي بي نات جوه الراوتر، فيقول لك كل برايفت واخد انهي بابليك. اهو يعني لو دخلت كده على الراوتر بتاعك كده هندسه انت كاتب عليه الكوماندات. الراجل بتاع الداتا سنتر لا خلاص هو راح. يعني ايه النهار ده؟ الراجل بتاع الداتا سنتر عنده جوه الداتا سنتر عنده في 200 سيرفر، فبيديهم 200 اي بي برايف بس مش شغالين. قفل جه الراجل بتاع التريننج قال انا عايز سيرفر، راح مشغل له السيرفر بتاعه. خلاص الراجل بتاع التريننج خد اول اي بي بتوع دي. جه الراجل بتاع الصناعه عايز سيرفر تاني، راح مشغل له ايه؟ سيرفر تاني وبيديله اي بي برايف. راح الاي بي برايف ده عايز يطلع على النت، راح واخد تاني اي بي، ثالث اي بي، رابع اي بي، لحد ما يخلص عنده كام؟ 10 سيرفرات. دي بتغنينا عن ايه؟ عن ان انا كل شويه حد يطلب مني سيرفر اخش على الراوتر اعمل له ناتج استاتيك. تمام؟ فدي بعملها لما يكون انا شركه اسمها ويب هوستنج. عندنا سيرفرات، عندنا سيرفرات كتير، واول ما ادي السيرفر اي بي برايفت هو اوتوماتيك ياخد اي بي ايه؟ بطل. حلو الكلام؟ طيب في كوماند عندنا اسمه شو اي بي نات ترانزليشن اهو، بس طبعا مش متنفذ لان ما فيش حد بيكلمني من بره ومش عارف اعملها سيميليشن اهو. شو اي بي ايه نات ترانزليشن، فيقول لك والله البابليك ده واخد برايفت ايه اهو، بس ما حدش كلمني من بره. لو انت بقى الراوتر ده شغال في الحقيقه هتلاقي لسه كل البابليك والبرايفت، كل البابليك والبرايفت. طب انا لو انا عايز اخليهم ريسيت كله يسيب البابليك اللي معاه ونبدا من الاول، ها في عندنا كوماند اسمه كلير اي بي نات ترانزليشن استريك. اي حد واخد بابليك اي بي سيبه اهو، انتر ونبدا تاني من الاول. اول جهاز ياخد ايه؟ كله هيخرج، كله هيقع تمام كده. اي حد واخد بابليك اي بي مني يسيبه، بعمل ريسيت للنات. لا تخش بقى على النت وتقفلها او تقفل البورت اللي هو نو اي بي نات اوتسايد. مش احنا كاتبين هنا الكوماند اهو اسمه اي بي نات اوتسايد اهو، اللي هو البورت اللي موصل للنت. عايز تقفل النت نو اي بي نات اوتسايد، ما حدش يخرج النت عندك خالص تمام، ولا حد هيكلمك من بره. ده اللي هم الاثنين الاولانيين. الطيب الثالث بقى ده الطيب اللي احنا كلنا شغالين عليه في بيوتنا، اللي هو اسمه ايه بقى؟ البات. النوع الثالث من النات اللي هو اسمه ايه؟ البات. هو اسمه بات كده اهو. ايه الطيب الثالث بقى اللي احنا كلنا بنتكلم عنه ابن الذين ده؟ اسمه ايه؟ البات. البورت ادريسنج
translation. البورت ادريسنج ايه ترانزليشن. البدا فكرته ايه؟ انا دلوقتي يا شباب لو عملت سي ام دي كده وعملت اي بي كونفج هلاقي الاي بي بتاعي ايه؟ هلاقي الاي بي بتاعي ها 1.10. باشمهندسه غاده لو عملت عندها الكوماند ده هتلاقي عندها 1.11. باشمهندس رحاب 1.12. ده ايه ده؟ يعني احنا جوه الشبكه البرايفت كل واحد فينا واخد اي بي برايفت. انما حضرتك لو جيتي دلوقتي تخش على النت كلنا المواقع على النت شايفانا بالاي بي ده. وات از ماي اي بي اهو، وات از ماي اي بي، تمام اهو كلنا. لو انت حضرتك عملت الكوماند ده عندك على الجهاز هتلاقي الاي بي ده. يعني كل الاجهزه بتاعتنا دي كل واحد واخد اي بي برايفت جوه الشبكه الداخليه، بس كلنا بنجي نطلع على النت ونطلع بمين؟ بده. ده اللي مين اللي واخده يا جماعه؟ الراوتر بتاع النت بتاعتي داتا. طب هو ازاي بيعمل ترانزليشن ما بيننا كلنا؟ وازاي الفيسبوك بيرد علينا كلنا؟ ده هو شايفنا كلنا باي بي واحد. تعال نشوف كده مع بعض. تعال نشوف كده مع بعض. تمام؟ الراجل اللي عمل الموضوع دوت راجل دماغه خطيره يعني، ما انا مش عارف ايه؟ اه بالظبط، يعني فكره بسيطه خالص بس راجل يعني مش عارف. هذا الراوتر بتاع النت اهو. طيب انا عندي هنا على الشبكه بتاعتي جهازي اهو، وده جهاز اخويا اهو، ده الراوتر بتاع النت اللي عندي في البيت موصلني بايه؟ بالانترنت. هنا بقى في سيرفرات ثانيه، سيرفر الفيس وسيرفر جوجل اهو. سيرفر الفيس واخد اي بي 4 سبعات وبكلمه على البورت نمبر 80. سيرفر جوجل واخد اي بي 4 8 وبكلمه على البورت نمبر 80. اخويا عندي انا فاتح 2 ويندو، واحده فاتح فيها الفيس وواحده فاتح فيها جوجل. واخويا برضو فاتح 2، واحده فاتح فيها الفيس واحدة فاتح فيها مين؟ جوجل. الاي بي بتاعي انا جوه الشبكة 192.168.1.10. الاي بي بتاع اخويا 192.168.1.11. الراوتر بتاعنا واخد من تي داتا اي بي بابليك واحد اللي هو 4 2 اهو. فالراوتر بتاع النت بتاعي واخد من تي داتا 4 2. الراوتر بتاع النت بتاعتي داتا شغال باي ديفولت حاجه اسمها البات. ايه البات ده؟ اول ما بتعمل البات كده فالراجل بيبني تيبل عنده. الراجل بيبني ايه؟ تيبل عنده. يكتب الجزء الداخلي انسايد وده الجزء الخارجي اوتسايد، يعني الناس اللي جوه الشبكه بتاعته والناس اللي بره. الجزء الداخلي في منه لوكال وجلوبال. اهو. الجزء الخارجي في منه جلوبال. حلو؟ طيب انتوا عارفين طبعا ان اي ويندو بتنفتح على الجهاز الويندوز بيدي لها سورس بورت، صح؟ فالويندوز بتاعي ادى لديت 1024 وادى لدي 1025، ما هو ده الويندوز بتاعي. برضه على الجهاز بتاع اخويا الويندوز بتاعه ادى له 1024 و1025. هو لازم يعني كده؟ لا، حظك كده. ماشي؟ طيب حلو. يبقى الباكت دي يا جماعه الرقم هتبقى ايه؟ الباكت دي يبقى طالعه من الجهاز اللي رقمه 1.10، ده الاي بي بتاعي اهو، بسورس بورت كام؟ 1024، ده السوكت بتاع السورس. رايح لمين يا جماعه؟ الفيس. والفيس رقمه كام؟ 4 سبعات، صح؟ ببورت نمبر كام؟ 80. اول ما تروح للراوتر اللي شغال بات يقول والله الراجل ده 1.10 جاي لي ببورت نمبر كام؟ 1024. لا، شيل 1.10 وحط له البابليك بتاعي، وشيل ال 1024 وحط ايه؟ 1. بقى السورس بورت عنده ايه؟ الاي بي بتاع الراوتر والسورس بورت 1 بدل ما كان 1024. طب هو رايح يكلم مين؟ رايح يكلم الفيس اهو 4 سبعات ببورت نمبر كام؟ الباكت اتغيرت فيها مين؟ الجزء بتاع السورس يا جماعه
حط الاي بي بتاعه هو وبورت نمبر جديد من عنده صح. طب الباكت الثانيه الباكت دي جاء من الجهاز برضو 1.10 بس جاب بورت نمبر كام 1025. لا شيل الاي بي وحط الاي بي بتاعي 4 2 وحط لها بورت نمبر ايه جديد بس البتاع دي رح اتكلم جوجل اللي هو كام 4 8 ببورت نمبر كام 80. طب اخويا بقى اخويا عايز يطلع نت اخر اهو اهو ادي الباكيتات بتاعت اخويا ايه جام الجهاز كام 1.11 اهو 1.11 بس جاب بورت نمبر كام 1024. شيل الواحد 11 وحط ايه بس بورت نمبر ايه جديد رايح يكلم مين الفيس 80. طب الباكت التانية جاء برضو من 1.11 بس اخويا فاتح جوجل المرة دي. شيل الواحد 11 وحط ايه 4 2 شيل 1025 وحط ايه 4 رايح يكلم مين جوجل. لما الفيس يجي يرد على الباكت الاولانية هيبقى السورس جاي منين من 4 7 80 بورت نمبر كام 1 اي بي كام 4 2 الباكت جت عند مين على الراوتر بتاعك يقوم شال المعلومات دي وحطت مين المعلومات القديمه ومدخل الباكت جوه الشبكه. رقم البورت نمبر رقم بورت نمبر من عند الراوتر بتاع النت فوق ال 1023. لا اي ارقام بقى هو بيحطها من عنده بس كده الله يكرمك تمام كده. شوف شايفين يا جماعه 100 جهاز بقى افتح 100 جهاز كل باكت خارجه بتاخد سورس بورت من مين من الراوتر. طب انت عندك 77 80 فين 77 80 فين عمرها يا هندسه. لا يا جميل ال 77 80 مره جايه من 4 2 3 ومره جايه من 4 2 1 يا هندسه. لما يرد لما يرد بقى لما تجيلي مكتوب فيها 4 2 2 1 هشيلها واحط مكانها مكان ال 4 2 1 10 ومكان الواحد احط كام 1024. انما الثانيه اللي جايه من جهاز اخويا كان رقمها كام 4 2 3 لما يرد على 4 2 3 يشيل 4 2 3 يحط ايه 1 11 ويشيل الثلاثه ويحط كام 1024 فتروح للجهاز الثاني بتاع اخويا مش جهازي. تمام هو ده الاوبشنز اللي موجوده عندنا اللي بيعمل بات. بيسموا يا شباب بيسموا الايباهات بتاعتك انت بيسموا الايباهات بتاعتك انت انسايد. فلو انا بقول لك البرايفت بتاعك بيسموه لوكال انسايد يبقى اللوكال انسايد ده البرايفت بتاعك انت اسمه ايه لوكال انسايد. طيب الجلوبال انسايد ده البابليك بتاع الراوتر. يعني كلمه جلوبال يعني بابليك كلمه لوكال يعني ايه برايفت انسايد يعني بتاعك انت. طب لو انا بكلم جلوبال بره اقول عليه ايه البابليك بتاع اللي هقول عليه البابليك يعني جلوبال. طب ده مش بتاعي يبقى اوت سايد. طب البرايفت بتاع الياهو اللي جوه شبكه الياهو ها لوكال اوت سايد. كلمه لوكال يعني ايه يا جماعه برايفت كلمه جلوبال يعني بابليك الاوت سايد يعني مش بتاعي الاوت سايد مش بتاعي الانسايد يعني بتاعي. يبقى البرايفت بتاعي بقول عليه بتاعي يعني انسايد. طب برايفت يعني لوكال ها البابليك بتاعي يعني انسايد بابليك يعني جلوبال. اللي هم فين الجلوبال او السايد ده الجلوبال بتاع الياهو اللي انا شايف الله يكرمك ده ايه يابا اللوكال او السايد ده ما يبانش عندك يا يوزر ده يبان عند لو حد قاعد في الشبكه بتاع الياهو اللي هو الاي بي البرايفت بتاع الشبكه بتاع الياهو جوه الشبكه بتاع الياهو بقى صح كده. مش السيرفر بتاع الياهو ده موجود جوه شبكه عنده برضه وشبكه برايفت وهم عاملين له بابلش على النت صح كده. هو مش هيبان عندك كيوزر لانك ما تعرفوش تمام. انما لو انت شغال في شبكه الياهو هتعرفه شكل بتاعنا بالظبط بتاعنا ده اهو بصوا كده بتاعي ده اهو السلايد 20 تقريبا او سلايد مش عارف كانت 19 زي ده. ده بالنسبه لي ايه يا شباب ده بالنسبه لي انا ده البرايفت بتاعي اهو فبسمي ده لوكال انسايد. طب لما يطلع بره هو بيطلع بره بمين باربع اتنينات 4 2 بالنسبه لي ايه جلوبال انسايد. طب لو حد بره الشركه بتاع المصريه
ال 172 16 100 100 ده بيسموه ايه عنده؟ ها؟ لوكال اوتسايد. اوتسايد يعني حد من بره الشركه، ولوكال يعني برايفت، يعني برايفت بره شركتي. تمام؟ طب الاربع اتنينات بتاعي بالنسبه له يقول عليه جلوبال اوتسايد. حلو كده؟ طب ازاي بقى لو انا راوتر سيسكو عايز اشغله بات؟ طب الراوتر بتاع النت شغال بات لوحده. راوتر سيسكو عايز اشغله بات واطلع الناس كلها نت من على راوتر سيسكو من غير ما يكون عندي مودم زي بتاع النت بتاعتي داتا كده. هشغل ازاي الراوتر بتاع سيسكو ده بات؟ ها تيجي نعملها كده. بصوا كده بعملها ازاي. كوماندات بسيطه خالص اهي. ادي البورت اللي واخد نت من تي داتا اهو، اللي واخد الليست لاين بقى هيبقى يدخل لك كابل سيريال على طول، واخد اي بي من تي داتا من دي سي بي بتاعتي داتا. وهعمل كده والله انا الشبكه الداخليه عندي اهو الشبكه البرايفت اكسس ليست كونفيجر تيرمينال اكسس ليست رقمها 2 مثلا بيرميت، هحط فيها الاجهزه بتاعت البرايفت كلها اهو 16 100 0 0 0 0 255. حلو كده. وبعدين اقوم داخل كده اي بي نت انسايد سورس ليست 2 انترفيس، وادي له اسم الانترفيس اللي رابطني بفرعية النت اهو اوفرلود. تاني كده تاني كده واحده واحده. البات بقى بعمله ازاي اهو. باجي الاول احط كل الاجهزه اللي عايزه تطلع نت في اكسس ليست وسميها 2، وبعدين اروح اربطها بالانترفيس اللي مربوطه ليه اللي جالي من تي داتا. فين يا عم الانترفيس اللي جالي من تي داتا؟ اهو اهو. كلمه اوفرلود دي يا جماعه معناها كل الاجهزه اللي موجوده في الليسته 2 دي هتاخد الاي بي بتاع الواحد 0 تخرج بيه. الاي بي بتاع 1.0 ده اللي هو مين؟ اللي هو البابليك اي بي اللي منتخد من تي داتا. 1.0 ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ربطه على طول بالفرعيه اللي جايه من تي داتا من بره. وبعدين ما تنسوش الكلمتين دول، الانترفيس اللي يم من جوه اي بي نات ايه؟ انسايد، والانترفيس اللي يم من بره اي بي نات اوتسايد. بس خلاص الحمد لله. تمام؟ دي كده يا جماعه انا خلصت كده الايه؟ البات. حد عنده اي سؤال؟ ها؟ بنفصل. حد اي سؤال؟ ها قبل ما اوصل ها حد عنده اي سؤال؟ خلاص.